يا صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا صاحيه النهارده بدري قبل ما ابو نوب ومخرقيلي يصحوا يبهدلوني يفضلوا يعيطوا. دي اول حاجه. بصوا بقى، النهارده بقى هعمل حاجات، بس الاهم من الحاجات ومن الاهم من اي حاجه كلمتين كده عايزه اقولهم. ماشي، الكلمتين دولت امبارح بالليل الساعه كانت حوالي 2، جالي تعليق من واحد اسمه محمد محمود وليميل معمول من 3 ايام، بيقول لي انا معايا ايه، معايا مش عارفه ليكي حاجات الصوت والصوره بقناه الكبرت ازاي. قناه الكبرت ازاي يا ابو شخه؟ ازاي؟ عشان اقول لك يا ابو شخه، القناه الاولانيه، الناس اللي عارفاني من ايام القناه الاولانيه، من قبل ما اكون حامل في مهرئين، من سنه ونص كده او سنتين، القناه دي عملتها 6 شهور، حصل تحديث زي الناس كلها ما حصلت معاها كده. قنوات كتير قوي اتقفلت وحسابات اتقفلت. القناه دي عملتها لوحدي، تعبت فيها لوحدي، محدش تعب معايا، محدش عمل لي ساعات، محدش رفع لي فيديوهات، محدش جاب لي مشتركين. قناه عملتها، عملت فيديو جاب مشاهدات، فيديو فعلتها في 4 شهور، ولا حد ساعدني في فيديوهات رفعوا لي، ولا في مشتركين، ولا في اي حاجه، ولا الهري ده. المقصود من الكلام ده او السكرين انا حطيته لك امبارح عشان ايه؟ اوصلك الكلمتين دول. انا مش بتاعه كلام، انا بتاعه افعال. ماشي، لو انت بقى دماغك مريحاك وتعباك والشيطان جاي يقولك تراضيني، يبقى بيراضيك انت مش بيراضيني انا، ان انت تقولي الكلمتين. واليمين يبقى معمول من 3 ايام، لو انت راجل واجهني. واحلى حاجه ان البلد بقى فيها كمان واحد بيضايق واحد، بيبقى عارف اخرته فين. ماشي، بدل ما تقعد تحقد على واحده ست، روح اشتغل وخليك راجل. والناس تخش تقعد تقول لي انت دمك تقيل. والله انا ولا دمي تقيل ولا حاجه، لو انت حاسه ان انا تقيله على قلبك ما تتفرجيش عليا. بلاش تقولي تعليقات. طب وانتوا قاعدين فاضيين كده ما عندكمش حاجه تعملوها، تروحوا كاتبين لي كام حاجه كده حرقه دمي. والاستاذ ابو شخه دوت، يعني يا ريت تلغي الاشتراك وتغرف في 60 داهيه وتحل عن دماغنا، عشان دماغنا مش ناقصك فيها اللي مكفيها. والله انت واحد فاضي، احنا مش فاضيين، احنا عندنا حاجات كتير قوي شغله دماغنا. ماشي، انا بقى ناس بتقعد، انت عندك فيسبوك، عندك واتساب، عندك، عندي كل، عندي واتساب، عندي فيسبوك، وعندي تيك توك، وعندي انستغرام، عندي حاجات كتير قوي، بس ما بديش الحاجات دي لحد، وما بحبش حد يكلمني. الناس بقى اللي بتشوفنا الصوره مش كويسه، والله احنا مش مشكلتنا ان انتوا اهلكم مش كويسين، فاكرين الناس كلها زيكم. وصلت؟ عشان الناس اللي بتقعد تقول لي ايه انت بتفتحي البلكونه، وانا هفتح البلكونه دلوقتي وهغيظكم برضو. استنى، الناس اللي بتقولي انت بتفتحي البلكونه، انت مش عارفه ايه، هفتح لكم البلكونه. اول حاجه، انا ما عنديش اضاءه في البيت كافيه ان انا اصور بالليل. انا عندي لمبه هنا ولمبه هنا ولمبه هنا، برضو مش مقصرين، تمام؟ فبضطر ان انا اقوم اصور الصبح عشان الاضاءه تبقى حلوه والتصوير يبقى حلو، وفي نفس الوقت ايه، الفيديو بيخش مقترح يوتيوب بيبقى جايب مشاهدات. لكن طول ما الصوره مش حلوه والاضاءه مش حلوه، يبقى ملوش اي 60 لازمه، تمام؟ وصلت؟ يا رب تكون وصلت. الكلام ده للناس اللي هما ايه، عارفين نفسهم عاملين ايه وحارقين دم الواحد، حارقين دم الواحد. اللي محدش عارف يحرق دمنا، احنا هنحرق دم بلد. واحلى مسا وصباح على الناس، حبايب قلبي من جوه، الناس اللي دايما بيستنينا، الناس اللي بتحب تدعمنا، الناس اللي بنكمل بيهم. تعال نشيل يعني ننضف الدنيا جوه، بس هظبط الكاميرا. بصوا، رحت جبت المقشه والجاروف، بس مش داخل الكاميرا جوه وانا بكنس. ليه؟ عشان محدش يقول انت مش عارفه بتعملي ايه وبتعملي ايه. وفي نفس الوقت لما بتكون الكاميرا بعيده، بتكون الشمس مش، يعني مش عامله في الكاميرا اللي هي بتضايقني كده. وفي نفس الوقت الم الغسيل اللي شاط ده، سببني نسيته بمعنى اصح امبارح. قلت اشيله كده بسرعة. خليكم فاكرين الكلام ده بقوله للناس اللي بتقعد تكتب لي تعليقات سلبية، الناس اللي بتقعد تضايقني، عشان ما يجيش حد يقول لي انت بتتكلمي كده ليه، مش عارفة ايه، ويزعل. الكلام ده للناس اللي عارفة نفسها. في ناس هنا في القناه بجد ما اقدرش استغنى عنها، يعني بكبر بيهم.
بالنسبة بقى البلكونة يعني كلها تراب، وعايزة كل ما اجي اقولها هكنسها بكسل لاني صدري مكتوم خالص بسبب الحساسية، وفي نفس الوقت مش قادرة اشم ريحة التراب، بس هي مليانة تراب. حط الكاميرا جوه، هتقعدي تقولي لي ده بصوا حاطه الكاميرا جوه ده حتى مش عارفه ايه، واسمعني كلمتين فكده احسن. اطبق بقى الغسيل ده، وعندي حاجات قدام الباب برضو عايزه تتعمل. عملوا ايه بقى؟ مسكوا الشاي، بعد ما شربوا الشاي راح مسكوا ده لقوه على الركنه. ف امبارح مسكتها غسلتها، اللي هي السفنجه اللي هي القاعده اللي احنا بنقعد عليها دي، مسكتها غسلتها وخليتها زي الفرن. همسك الحفاظه دي اشيلها والم الشواحن ديت، ومحدش يتريق على المنظر بره عامل ازاي بسبب السطوح. لسه قايمه من النوم، معدي من جنبها كده راحت سحر. الا قولي لي يا موراي، مين نكشلك شعرك كده في الحلم؟ ها مين كان منكشلك شعرك في الحلم وبيتخانق معاكي كده؟ خرشي قولي لهم صباح الخير. انت روع على العسل ده. بصوا بقى من الشباشب كوتشات، صندل البوبة يا اختي. بس هو عشان التراب مهما اغلق واعمل ما بخلاش من التراب. هي البلكونة أكتر مكان عندي بيتوسخ. ثواني يا بنوتة. حاضر. صحيوا هما الاتنين وعاملين بقى ايه؟ دوشة مع بعض. هو هنكمل جوه، نكهست بره بس مش همسح، هروق بقى الاوضه جوه واظبط الدنيا. بحب اقوم قبل ما العيال بتصحى لان بيمسكوا البيت بيبهدلوه، في نفس الوقت ما اعرفش اعمل اي حاجه وهم ايه وهم صاحيين، ويفضلوا يعيطوا. مورايله هي فاقت وعماله تعيط، اظن انت سامعين الصوت بتاعها، بس هي زغلوله مسكره اهي بتنزل عليا يعني تعالي، لاني بالنهار لما باجي اروق وكده بحس كمان ان انا يعني شبه ان انا ايه كسلانه مش قادره ان انا اعمل، لكن على راي المثل اللي يقول البدريه دي فصح منسيه. ما تغلسش عليا يا بنوم. يا ماما بتناديلي يعني تعالي الحقيني. طب
ده المفرش غسلته بتاع الغسالة خليته زي الفل، كان متوسخ، هخليه هنا عشان همسكه هبقى احطه للغسالة. متركزوش مع التطبيق بتاعي لان انا اصلا مش بعرف اطبق، فمتركزوش معايا. هتقولي انت مش بتعرفي تطبقي، انا عارفة بطبق على قد كده. بنتي ياسمين مالي بتعرف تطبق تطبيق جميل جدا غيري انا. هعمل ايه؟ المية عندنا قطعة من امبارح، ما فيش مية اصلا، فعشان كده ما رضيتش امسح البلكونة ولا رضيت امسح قدام الباب. لو في مية كنت مسحت، بس ما فيش مية. ادعولنا بقى ان المية تيجي بقى من امبارح لحد دلوقتي. البيت من غير مية انتوا عارفين بيبقى عامل ازاي. هقفل بقى معاكم الفيديو واكمل تطبيق عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم.